يبدأ أركو غرانولا مباشرة بعد نهاية أرك مورو. فبعد انتهاء معركة جوكو ومورو بموت الأخير، نجا جسم الأندرويد الذي التهمه مورو سابقا واستطاع بطريقة ما أن يبقى على قيد الحياة بعد أن حول جوكو مورو لأشلاء. هذا الأندرويد يتم استرجاعه من قبل صناعه الأصليين، ثم يقومون بنسخ المعلومات والداتا الموجودة في الأندرويد 7.3 لبقية النسخ التي تشبهه، وبهذا ستكسب كل النسخ قوة الأندرويد والخبرات التي ركمها في آخر معركة. كانت هذه هي خطة السيد غويتشي، والذي يهدف للسيطرة على الكون السابع بجيش كامل من الأندرويد. وبينما هو مسترخي في مركبته، يتم مداهمة المركبة من قبل دخيل يقضي على جميع الحراس. هذا الدخيل يدعى غرانولا، ولديه جهاز ذكاء اصطناعي يرافقه أينما ذهب يدعوه بأوتميل. يرغب غرانولا أيضا في نيل الجسد الرئيسي 7.3. يأمر غويتشي أتباعه بتشغيل جميع نسخ الأندرويد ومحاصرة غرانولا، لكنه يتمكن بسهولة من هزيمتهم جميعا حتى يصل للجسد الرئيسي والذي كان يتجدد في خزان ما. يأخذ غرانولا الجسم، ثم بعدها تنتقل الأحداث لفلاش باك سريع. نرى كوكبا مدمرا بالكامل، ومما يبدو أن جيش فريزا وبالتحديد مجموعة من الصياجين المتحولين في هيئة الأوزارو قد غزوا وعاتوا فسادا في كوكب يبدو سكانه الميتون في الأرجاء مثل غرانولا تماما. يستيقظ غرانولا من هذا الكابوس المظلم والذي يراوده كثيرا بين الفينة والأخرى. يتحدث مع رفيقه أوتميل عن كرهه الشديد لفريزا وجيشه، وأنه يكن لهم كراهية وضغينة قصوى رغم ظنه بموت فريزا. تذكير بسيط، فريزا تم إحياؤه في بطولة القوة الأخيرة، ويبدو أن الأمر ليس معروفا في أرجاء الكون بعد. نعود للأحداث. غرانولا أيضا يكره شعب السياجين، فهم من كانوا سببا في هلاك قومه، ويظن أن نيزكا قد حل عليهم ومحاهم عن بكرة الكون. في نفس الأثناء وعلى كوكب بيروس، كان جوكو يساعد ويس في القبض على السمكة العرافة من أجل أخذ حقنة من الفيتامينات لتساعدها على الشفاء من الأرق والغوص في النوم. يقول ويس إن إصابة السمكة العرافة بالأرق يعد نجير شؤم وعلامة على حدوث مستقبل سيء أو قد لا يحدث شيء. هنا يقل حماس جوكو بعد معرفته لفرضية عدم ظهور أداء جدد. يستشيط بيروس غضبا بعد سماع الحوار بين الثلاثة، ويخبر جوكو أن يكف عن هراء مقاتلة أداء أقوياء، لأن الأمر دائما ما ينتهي بخراب مالطا. طبعا بيروس ما زال منزعج من عقوبة الكاهن الأخير. مع نوم السمكة العرافة يكمل ويس وجوكو تدريباته. جوكو استوعب طريقة عمل الغريزة بعد قتاله مع مورو الأخير. مباشرة وبدون عناء نرى شعره يتغير للفضي مباشرة، وتحدث مناوشة بين جوكو وويس تنتهي بضرب ويس لجوكو. ويس يذكر جوكو أن هدفه النهائي يجب أن لا يكون بالضرورة القدرة على التحكم بالغريزة الفائقة، بل هي نقطة البداية. فويس لديه قدرة على التحكم بالغريزة الفائقة أفضل من ميروس، والكاهن الأكبر لديه تحكم أفضل من ويس. وبهذا فعلى جوكو صقل غريزته الفائقة بطريقته الخاصة، وليس بتقليد المرشدين أو طريقة قتالهم. وبينما بيروس وفيجيتا واقفون يشاهدون التدريب، يسأل بيروس فيجيتا إن كان لا يريد أن ينضم لهم ويتعلم الغريزة أيضا، فيجيبه فيجيتا أن هذه التقنية لا تناسب شخصيته. هنا بيروس يخبر فيجيتا أن الغريزة الفائقة ليست تقنية الهاكايشن الوحيدة، فحاكم الدمار لن يسير في أرجاء الكون بتقنية تطلب سكينة وهدوء القلب ويدمر الكواكب. مباشرة يطلب فيجيتا من بيروس أن يعلمه التقنية، لكن بيروس يجيبه أن التدريبات ليست من مهامه التدميرية، وللصدفة فهو دايف فقط للإحماء والتحرك قليلا، وإن أعجبت فيجيتا أي تقنية فله الحرية في سرقتها. تعود بنا الأحداث لغرانولا، وهو يسير بجسد الأندرويد 7.3 لمقابلة مجموعة تدعى بالهيترز. وفي طريقه يلتقي بسوشيرو صائد جوائز، يقترح عليه أن يدرج اسمه معه في المهمة من أجل اقتسام جائزة، لكن غرانولا يرفض ويهدده بأخذ جثته مع الأندرويد إن لم يرحل. يدخل غرانولا للغرفة للقاء الهيترز من أجل مقايضة الأندرويد. يحظى بترحيبهم، ثم يتسلم ويتقاضى أجرا كبيرا مقابل خدمته. يسأل بعدها غرانولا زعيم العصابة والذي يدعى إليك بغرضه بالآلي 7.3. إليك يقول أنه غير مهتم بصنع جيش من الآليين، فهذه الخطط من عصر الديناصورات. كل ما يريده من الأندرويد هي الداتا والمعلومات المخزنة بداخله، فبإمكانه دائما استئجار مرتزقة من الجيوش بالمال. بينما من يمتلك أكبر قدر من المعلومات هو من يحكم الكون. يخبر إليك غرانولا أن أحوال الكون قد تغيرت بالكامل، فريزا قد تم إحياؤه مجددا. ينصدم غرانولا لهذا الخبر ويتملكه شعور الانتقام، وأخيرا سينتقم لعشيرته. يطلب من إليك إخباره بمكان فريزا في الحال، لكن إليك يرفض.
فريزا قد عاد بقوة أكبر من أي وقت مضى، ولن تكون لك فرصة أمام. يقترب جرانولا من إيليك ويطلب برغبة أكبر هذه المرة عن مكان فريزا، وهنا نرى تدخل أخ إيليك الصغير غاس، يلقي بجرانولا للأرض. يطلب إيليك من جرانولا أن يهدأ قليلا وينتظر مساعدته، فهو بنفسه لا يطيق فريزا لأنه يفسد أعماله في الكون. وعندما يحين الوقت المناسب معا سنطيح بفريزا، أما الآن فعليك أن تذهب للمنزل وتبرح مكانك إلى أن أتصل بك. يوافق جرانولا ويخرج هادي. أويل أحد أفراد العصابة يسأل الزعيم إيليك عن سبب ذكره لفريزا، وهنا يجيبه الزعيم أن جرانولا قد أصبح أكثر قوة من ذي قبل وأصبح يشكل تهجيدا عليه، وفي حالة ما قد تجاوز أخوهم الصغير غاس فقد يصيح بمنظمته. يخبره الإخوة أن هذا لن يحدث أبدا، لكن إيليك يقول أن الوقاية خير من العلاج وأن توخي الحذر من أسس التجارة. كان الغرض من ذكر فريزا أن إيليك يخطط لجعل فريزا يقتل جرانولا بسيناريو يحبكه بنفسه، طبعا هذا في المستقبل. أما الآن فالشيء المهم هو فحص الأندرويد 7-3 من أجل العثور على الموقع الدقيق للوسيط الروحي زوم، الشخص المعروف بإطلاعه على كل معلومات الكون بشكل دقيق. يطير جرانولا بمركبته نحو كوكب سيرير، ولكن تتم مقاطعته من قبل سوشيرو صائد الجوائز السابق والذي قام بجمع حلفائه ويريد أن ينتقم من تهجيج جرانولا السابق ويسرق ماله. تنطلق المركبات إلى الكوكب القريب لتصفية الحسابات. يهزم جرانولا الجميع وبسهولة تامة بتقنيات القنص خاصته، حيث سهل عليه صديقه أطمل القتال باستدراجهم للسفينة، بينما صوب عليهم جرانولا من بعيد. قتل جرانولا الجميع ما عدا شخص واحد تمكن من مراوغة الطلقة، أو لنقل أن جرانولا هو الشخص الذي أخطأ التصويب. هذا الأمر بالذات جعل جرانولا يعترف أن إيليك كان محقا في أنه لم يصل بعد لمستوى يؤهله لقتال فريزا. نعود لكوكب بيروس. تتحدث السمكة العرافة في نومها وتقول أن توازن الكون السابع يختل وأن أقوى محارب سينهض قريبا. وصل جرانولا بدوره أخيرا لكوكب سيريال، يتم استقباله من قبل شعب الشوغا، وهناك يتبضع جرانولا في السوبر ماركت ويشتري بعض الحبوب وقنينات ماء، ثم يغادر صوب أعلى الجبل حيث يسكن. كوكب سيريال هو موطن جرانولا بالأساس قبل 40 عاما، لكن وبعد أن تدمر كوكبهم اشترى شعب الشوغا الكوكب من الهيترز الذين أعادوا بناءه وإصلاحه لهم. يفضل جرانولا العيش في أعلى الجبل لأن ذلك يساعده على تذكر مآسيه باستمرار وما قاساه شعبه من قبل جيش فريزا. نرجع لكوكب بيروس. يسأل حاكم الدمار فيجيتا عن ماضي السياجين المدمر، فيجيبه فيجيتا أن شعبه كان يعيش على تدمير الكواكب حتى قبل مجيء فريزا، وأن والده بدوره شيد مملكته بإبادته للأعراق. هنا بيروس يسأله مجددا إن كان يظن أن زوال عرقه بسبب أفعالهم الشنيعة. يوافقه فيجيتا في كلامه، وهنا بيروس يستشيد غضبا منه ولسخافة ما قال. يستغرب فيجيتا من علاقة ماضي الصياجين بتقنية الهاكايشين التي سيتعلمه. يصوب بيروس نحو كوكب صغير قريب منهم ثم يدمر الكوكب في لمحة بصر. تستيقظ السمكة العرافة إثر التفجير ويندهش جوكو، بينما يقول ويس أنه إن استمر الأمر على هذا المنوال فلن يبقى كوكب على الكون. هنا فيجيتا مباشرة يسأل بيروس عن ما هي هذه التقنية وإن كانت هذه هي المنشودة، فيجيبه القط أنها مجرد لمحة صغيرة من قوته وأن بإمكانه فعل ما هو أكثر من هذا بكثير. وحتى قبل أن يكمل فيجيتا حاجته للسؤال عن تفاصيل أكثر حول التقنية، يباغته بيروس بهجوم يبرحه للأرض، ثم يخبره أنه ما دام الشك يملأ قلبه فلن تكون هذه القوة من نصيبه. فبعيدا عن جرائمه الخاصة، لماذا يتحمل خطايا شعبه ويشعر بالذنب تجاهه؟ يرمي بيروس فيجيتا نحو شجرة قريبة، ثم يخبره أن الشخص الذي أمر فريزا بتدمير كوكبهم وإبادة الصياجين هو نفسه بيروس. وبينما يستمر بيروس في السخرية، يتحول فيجيتا للسوبر سايم بلو المتطور ويبدأ بقتال بيروس. لكن بيروس يتجنب كل ضرباته الواحدة تلو الأخرى، ثم يقضي عليه بسهولة تامة. وكآخر نصيحة يخبر القط فيجيتا أنه لا علاقة له بماضي الصياجين الآن، وأن عليه أن يتجاوز قيود الماضي ليتطور وينمو. يزيد فيجيتا الطين بلة ويحاول ضرب بيروس مرة أخرى، وهنا حاكم الدمار يستعمل تقنية الهاكاي ويفجر فيجيتا بعيد. يندهش جوكو من الضربة ويسأل ويس إن كانت هذه هي التقنية التي حاول تقليدها سابقا وفشل في ذلك. فلو تتذكرون وفي أحداث المانغا فقط، في أرك ترانكس ضد زينوس جوكو حاول تنفيذ الضربة. المهم نعود للأحداث. يجيبه ويس أنها تقنية صعبة جدا، حتى أن بيروس كبح نفسه ليدمر جرع فيجيتا فقط.
يتحرك بيرو صوب فيجيتا ويخبره أن عليه تدمير كل أفكاره وشعور الذنب الذي يتملكه ويخلق شخصيته الجديدة بيده، فالتدمير يأتي قبل الخلق. ننتقل لقاعدة الهيترز. يبدو أن العصابة قد تمكنت من استخراج المعلومات الكامنة في عقل الأندرويد، مما يشمل مكان زينوس وكل الذكريات التي خاضها الأندرويد سابقا. وبينما يراقبون، يلاحظ الإخوة ذكرى تحرير السجناء من سجن المجرة بشكل غريب. هنا القائد إيليك ينبهر من فتح الزنزانات لوحده، فيجيبه أحد أتباعه أنه وفقا لداتا الأندرويد، مورو استعمل شيئا يدعى كرات التنين لتحرير السجناء. إيليك يطلب منه تفسير كرات التنين، فيخبره أنها كرات صنعها الناميكيون لتحقيق أي أمنية. هنا تتضح الصورة الكاملة لإيليك، ويستنتج أن عودة فريزا للحياة هي من صنع كرات التنين أيضا. غاز هنا يشير إلى شيء مهم جدا، وهو أن الناميكيون قد عاشوا سابقا في كوكب السيريال مع السيرياليين، ومما يتضح أن غرانولا بنفسه يعيش فوق الجبل مع عجوز ناميكي يدعى مونايتو. غرانولا يخبر مونايتو عن عودة فريزا للحياة، وأن أعماله مع الهيترز ستتوقف مؤقتا، لكنه مستعد لقتل فريزا في أي وقت حتى بدون أي مقابل مادي. هنا مباشرة مونايتو يحذر غرانولا من قتال فريزا، وأنه يفتقر للقوة للمجابهة الشرير. يقول غرانولا أنه قد يلجأ لذلك الخير، وهنا تظهر كرة تنين صغيرة الحجم يحتفظون بها في منزله. يحذره مونايتو أن كرات التنين ليست مصنوعة للانتقام، لكن هذا لا يهم على أي حال، فهم يملكون كرة تنين واحدة فقط، ويحتاجون للكرة الثانية والتي قد فقدت منذ 40 سنة على الأقل. فقط للتوضيح، كرات التنين على هذا الكوكب تتضمن كرتين فقط بدل 7. ننتقل إلى كوكب ناميك، حيث سنتعلم القليل عن تاريخ الناميكيين وكرات التنين. تتفاوت أحجام كرات التنين وعددها من صانع لآخر. صنعت هذه الكرات لغرض مكافأة المحاربين الأشداء على قتالاتهم في الشدائد. وأيضا تعلمنا أن هناك إمكانية للناميكيين للعيش في كواكب أخرى مثل الأرض، وصنع كرات تنين على هذه الكواكب، وأيضا كوكب سيريال كما رأينا. إذن نعود لكوكب سيريال. يقول مونايتو أن صلاحية كرات التنين ستنتهي حالما يموت. هنا غرانولا يقول: ماذا لو جمعت الكرتين وتمنيت إعادة قومي؟ لكن مونايتو يقول أن هذا سيعني طرد قوم الشوغا الطيبين. أما محاولة الانتقام من فريزا فسيعني فقط صنع وإحياء أعداء جدد. يتفق غرانولا مع هذا القول الحكيم، ومعه تنتهي المحادثة ويذهب العجوز للنوم. يشغل غرانولا التلفاز ويشاهد أخبار الشوغا، ثم يصدم من واقعة عطور أحد بني جنسهم على كرة التنين، والتي أخذت للمختبر للخضوع للفحوصات. مباشرة مع حلول الصباح يتخفى غرانولا في لتام، ثم يقتحم المختبر حيث تتواجد الكرة، ويقوم بسرقتها ويهرب بعيدا لأعلى الجبل. يضع الكرتين ويستدعي التنين بمساعدة صديقه الآلي أوتمين. يظهر تنين أزرق مختلف الشكل، ثم يتمنى غرانولا أن يصبح المحارب الأقوى على وجه الكون. يسأل مجددا التنين غرانولا إن كان يريد أن يغدو الأقوى في الكون، فيجيبه غرانولا بنعم، هذه أمنيتي الوحيدة. يخبره التنين أنه من الممكن أن يزيد قوته، لكن في حدود إمكانياته، مما يجعل تحقيق أمنيته مستحيلا طالما أن إمكانياته لن تصل أبدا لمبتغاه. لكن لتحقيق أمنيته يجب أن يوافق على شرط ما. هذا الشرط قد يكون محفورا بالمخاطر، وبدون أي تردد أو ذرة شك يوافق غرانولا مباشرة. نعود لكوكب بيروس. يستكمل فيجيتا تدريباته لإتقان تقنية الهاكاي تحت مراقبة بيروس. يحاول فيجيتا تفجير صخرة صغيرة، لكنه يفشل ويدمرها بكي عادية. يشرح بيروس أن تقنية الدمار الخاصة بالهاكايشين تمحي الأشياء من الوجود وتتحول المادة إلى طاقة، ثم يريه مثالا ويفجر صخرة صغيرة. يتفاجأ جوكو من تدريب بيروس لفيجيتا، فيزيده هذا الأمر تحفيزا في تدريبه. تدريبه الذي يريد أن يثقل فيه غريزته الفائقة، وأن يصبح أقوى مخلوق في الكون ويتفوق على فيجيتا. يقول ويس أن الأقوى في الكون ليس شيئا ثابتا، فمن الممكن أن يتغير في أي وقت، فالكون شاسع جدا، وظهور أشخاص أقوياء في أي لحظة أمر وارد جدا. تتفق السمكة العرافة مع قول ويس. ثم يظهر فيجيتا ويقول أن الأقوى في الكون سيكون هو شخصيا، ثم يحمل فيجيتا حصى ويدمرها بتقنية الدمار، ثم ينبهر الجميع. يقول فيجيتا بكل غرور أنه سيوسع نطاق تدميره قريبا.
نعود لكوكب سيريا. تختفي كرات التنين ويتغير شكل جرانولا قليلا، يرفع صخرة عملاقة ثم يفجرها لأشلاء كعلامة على ازدياد قوته. يسمع مونايت الانفجار ويقفز من الرعب من سريره فيظنها هزة أرضية. يخرج من فراشه مهرولا لجرانولا فلا يجده ولا يجد كرة التنين أيضا. ثم يخرج خارج المنزل ليجد جرانولا واقفا هناك. يسأل الناميكي إن كان جرانولا قد استخدم كرات التنين، فيجيبه أنه قد اكتسب قوة لا مثيل لها في الكون بأسره. هنا مونايتو يقول أنه قد يكون الأقوى اليوم، لكنه لا يعرف ما يخفيه المستقبل القريب. يتجاهل جرانولا كلام الناميكي ثم يبدأ في محاولة استشعار كيفريزا، لكنه يفشل. يقرر بعدها الذهاب لإليك شخصيا لسؤاله عن مكان فريزا. بعد يومين يصل جرانولا لقاعدة الهيترز. يقاطع جرانولا حفل الهيترز ويسألهم مباشرة عن مكان فريزا وأنه الآن قد أصبح أقوى مخلوق على وجه الكون. يضحك الإخوة على كلام جرانولا ويصفونه بالخريف، ثم يطلب منه إليك أن يغادر، فجدولهم مزدحم اليوم ولا وقت لهم لأحلام اليقظة. يصر جرانولا على كلامه، وهنا يطلب إليك من أويل أن يطرد جرانولا من القاعة. يحاول أويل ضرب جرانولا خارجا، لكنه يراوغ هجمته ويهزمه بإصبع واحد. نعم، إصبع واحد يجعل الإخوة ينبهرون من المشهد. يقول جرانولا أنه لا يريد القتال وأن الهيترز ليسوا أعداء. وهنا تنضم أختهم ماكي للقتال، ومشددا جرانولا يراوغ هجماتها بسهولة ويقيد أيديها معا، ثم يقوم بضربها في الأرجاء. ينفعل غاس فيتدخل لقطع حبل القيود، ثم يستعد لقتال جرانولا، لكن زعيمهم إليك يتدخل ويوقف القتال. جرانولا، نحن نعلم بازدياد قوتك باستمرار في الآونة الأخيرة، لكن هذه الطفرة الهائلة في قوتك غير منطقية، فتفضل واشرح لنا كيف فعلتها. يرفض جرانولا قطعا الإفصاح عن الأمر، لكن إليك يقول له أنه يحتاج ضمانة على هزيمته لفريزا لكي يفصح له عن مكانه. وهنا جرانولا يقع في الفخ ويخبرهم أنه قد استعمل كرات التنين. يؤكد هذا شكوك إليك عن وجود كرات التنين على كوكب سيريا. يخبر إليك جرانولا أنه ولحدود الساعة لم يتمكنوا من رصد مكان فريزا، لكنهم قريبا سيجدونه، لذلك عليه أن يذهب للبيت ويسترخي وينتظر اتصالهم. جرانولا يخبره أن يسرع فالوقت يداهمه. وهنا يسدل الستار على الشرط الذي عقده مع التنين، فمن أجل أن يصبح جرانولا أقوى مخلوق على وجه الكون ضحى ب 150 سنة من حياته، وتبقى له فقط 3 سنوات ليعيشها. بعد هذه المحادثة يغادر جرانولا، وتجتمع عائلة الهيترز لطاولة العشاء لمناقشة الخطة التي ستخرجهم رابحين من هذه المعمعة. يريد الهيترز التحكم بجيش فريزا وليس القضاء عليه، ولهذا الغرض بالذات يجب على جرانولا أن يموت. ولفعل هذا سيستغلون جوكو وفيجيتا بما أنهم سياجين، وكما نعرف جرانولا لديه حقد دفين تجاه هذه السلالة. نعود لكوكب بيروس. يشرح ويس لجوكو أن المرشدين لهم القدرة على استعمال الغريزة الفائقة بدوام، بينما جوكو عليه التحول للوصول للغريزة. ولهذا فالهدف الرئيسي لجوكو هو أن يكون في هيئة الغريزة بجسمه الطبيعي، ثم يخبئ تحول الغريزة الكامل للمعارك التي تتطلب تجاوز الحدود. في نفس الأثناء يعود جرانولا لكوكب سيريا. أما الهيترز فهم يستعدون للذهاب للقاء زونو من أجل الحصول على معلومات قبل التوجه للأرض. وبهذا ينصرف أويل وماكي، بينما يبقى إليك وغاز في قاعدته. غاز يقول أنه كان يتمنى أن يواجه جرانولا، لكن إليك يطمئنه أن وقته سيحين قريبا، فهو الفرد الوحيد القادر على القضاء على فريزا من بين العائلة. بعد مرور عدة أسابيع أخيرا وصل الهيترز لمكان زونو. تحصل ماكي وأويل على 10 أسئلة، لكننا وللأسف لم نرى بعد أسئلتهم. تنتقل بين الأحداث لتدريبات جوكو وفيجيتا، مما يبدو عليه الحال أن جوكو قد صقل تقنية الغريزة في هيئته العادية، كما أن فيجيتا قد أتقن تقنية الهاكاي المدمرة. يتوصل ويس باتصال من بولما تطلب أن يأتي فيجيتا وجوكو للأرض حالا، فقد جاءهم زوار يرغبون منهم أن يتكفلوا بقتال شرير من أجلهم. بعد معرفة فيجيتا وجوكو بتفاصيل هذا الشرير والذي يزعم أنه الأقوى في الكون بأسره، يتحمس الاثنين لقتاله من أجل أن يحصلوا على لقب الأقوى في الكون. هنا حتى بيروس وويس يتدخلون في منافسة الاثنين. بيروس يعطي لفيجيتا قرط الأذن كعلامة على استخدامه لتقنية الهاكاي، وويس يرسم على قميص جوكو علامة، ومن هنا تبدأ المنافسة بين الاثنين ومعلميهما. يمسك فيجيتا وجوكو بويس وينطلقون نحو الأرض. على الأرض ماكي وجدت جهاز الرادار الخاص بكرات التنين فقامت بسرقته. بعد نصف ساعة يصل جوكو وفيجيتا مع ويس وينصرف الأخير.
يتقابل أخيرا بطلينا مع ماكي وأويل ويرحب بهم الهيترز، ثم يقترحون أخذهم على مركبتهم للقاء الشرير. ينطلق الأربعة نحو كوكب سيريال، لكن فيجيتا يشك في الاستقبال الفاخر لهم على سفينة بها مسبح وطاهي لقوم يتم اجتهادهم مؤخرا، فتجيبه ماكي أنهم منقذوهم لذلك قدموا لهم كل ما يملكون. يتوجه فيجيتا للتدريب وغوكو للأكل، وبينما تقترب السفينة من الهبوط تتصل ماكي بجرانولا وتكجب عليه أن غوكو وفيجيتا هم قتلة مأجورون أرسلهم فريزا إلى كوكب سيريال لقتله. يظن أنها فرصة مواتية له لأنه سيحظى بسؤالهم عن مكان فريزا، لكن بعدها تخبره أن الاثنين ينتمون لعرق السياجين، وهنا يندهش جرانولا ويحلق مباشرة للسماء. يشاهد الحطام المتبقي من بلدته ويتوعد السياجين بأنه سيحظى بانتقامه منهم. بعد مرور 18 يوما تصل أخيرا المركبة التي على متنها غوكو وفيجيتا والهيترز. تشير ماكي إلى خلف الجبل وتخبرهم أن الشرير يقبع هناك، بينما تتراجع هي وأويل للخلف. يشكك غوكو وفيجيتا نوعا ما في كلام ماكي، حيث أن الكوكب يبدو مسالما وأن الأنقاض التي يرونها قديمة جدا. وبينما يتحدثون عن فرضية أنهم قد يكونون قد تعرضوا للخداع، تباغتهم هجمات من الكي من كل مكان. جرانولا بدأ القنص من مكان بعيد. بالكاد يتجنب الاثنين الهجمات. يتحول فيجيتا للسوبر ساين ويقررون اتباع المكان الذي تأتي منه هجمات جرانولا، لكن وبدون فائدة، لا يستطيعون تعقب مكانها. فمرة تأتي الهجمات من الأعلى ومرة من الخلف. فجأة تباغت غوكو كي من الخلف، تضربه مباشرة في أعضائه الحيوية بدقة فائقة وتفقده وعيه. فيجيتا يسرع لكاكاروت ويعطيه حبة سينزو. يخبر فيجيتا غوكو أنه يبالغ في الاعتماد على الغريزة ما لم يتقنها للكمال بعد، فيجب عليه أن يتجنب الهجمات بجهنه حاليا. يسمع غوكو لكلام فيجيتا ويتحول للسوبر ساين. وأخيرا يجد غوكو جرانولا، يطلق كي عليه لكن جرانولا يراوغها ويظهر خلفهم. يقول غوكو أن جرانولا أسرع من الانتقال الآني نفسه. يقدم جرانولا نفسه على أنه آخر ناج من كوكب سيريال، لكن هذا لم يعني أي شيء لغوكو وفيجيتا، فالاثنين لم يحضرا وقتها للحادثة. يسأل فيجيتا جرانولا إن كان يحمل ضغينة تجاه السياجين. يرفض جرانولا الإفصاح طالما سيقوم بإبادتهم على أي حال. يستخدم تقنية تشبه تقنية الدمار، لكن أبطالنا ينجحون في تجنب الضربة. يقول فيجيتا لغوكو أن عليه أن يقاتله ويرد الاعتبار للضربة الأولى والتي أفقدته وعيه سابقا. يتراجع للخلف ويطرب غوكو ليقاتله. يتحول غوكو لسوبر ساين الحاكم ويبدأ في استعمال الغريزة الفائقة مجددا مع تحول الحاكم. يقول فيجيتا أن الغريزة الفائقة مع تحول الحاكم أكثر دقة في تجنب الهجمات. يتجنب غوكو كل الهجمات الموجهة نحوه، لكن كل الهجمات كانت مجرد تمويل ضربة مركزة يوجهها جرانولا له. قد يبدو الهجوم خفيفا، لكنه قد أصاب أحد نقاط الحيوية لغوكو، وهنا يسقط غوكو أرضا مجددا ويعود لهيئته العادية. يتمكن جرانولا من فهم كيفية عمل غريزة الفائقة، فيخبر غوكو أن لا أحد مثالي، وحتى باستخدام التقنية لا يمكنه أن يخفي نقاطه الحيوية، وهذا بسبب عين جرانولا اليمنى. ليس هذا فقط، جرانولا يقول أيضا أنه يعرف أن غوكو ما زال يخفي قوته الحقيقية وأن عليه الإسراع، فليس لديه وقت لتضييعه بما أنه قد ضحى بحياته كلها من أجل الانتقام. طالما أن فيجيتا على قيد الحياة فبإمكاني استجوابه عن مكان فريزا. هنا يندهش غوكو ويخبره أنه كان يظن أنه الشرير هنا. يغضب جرانولا ويرفع قوته، ثم يخبر غوكو أنه سيدفع ثمن جرائم قومه. يتحول غوكو أيضا للسوبر ساين بلو مع الغريزة الفائقة. يحدث كلاش كبير بين الاثنين يهز الكوكب بأكمله، وبينما يتبادلان الهجمات يتقابل الاثنان في لحظة حاسمة وجها لوجه. يستخدم غوكو الكامي هاميها بينما يوجه جرانولا ضربة خاطفة لعنق غوكو. قذفت الكامي هاميها جرانولا بعيدا وأحدثت بعض الأضرار، بينما غوكو قد تلقى ضربة مباشرة لنقطة حيوية أخرى. هذه الضربة تعيده لهيئته الطبيعية مجددا. يخبر جرانولا غوكو أن مراوغته السريعة لن تنفعه أبدا طالما أنه يستطيع رؤية كل شيء بعينه اليمنى. الغريزة الفائقة خالية من العيوب، ولكنني لم أتدرب بما يكفي لإتقانها. ثم يجيبه جرانولا أن يكف عن هرائه طالما أنه سيلقى حتفه في هذه المعركة، فلن يكون هناك أي تدريب. يقوم جرانولا بإخراج الحمم من الأرض مثل ما فعل مورو من قبل. هذا الهجوم باغت غوكو، وبالكاد استطاع تجنبه باستعمال الانتقال الآني لمكان فيجيتا. يسأل غوكو ما العمل الآن؟ هل نحاول إقناعه؟ فيقول فيجيتا أنه لا فائدة،
فهو يريد إبادتنا من على وجه الكون. وبهذا جوكو يقول أنه لا خيار آخر غير هزيمته ثم إقناعه. يخرج جوكو من غبار المعركة وشعره فضي. نعم، جوكو أخيرا يتحول للغريزة الفائقة بشعره الفضي. يندهش جرانولا من هذه الهيئة، حيث لم يتمكن من رصد أي نقاط حيوية. مباشرة يباغته جوكو بضربة مباشرة. ثم تبدو المعركة من جانب واحد، جوكو متفوق على السريالي. يحاول جرانولا مجددا لكنه غير قادر على لمس كاكاروت، بينما الأخير يضربه بضربات أقوى من سابقته. يحاول جوكو التحدث إلى جرانولا بما أن القتال قد انتهى، لكن جرانولا يقول أنه لم يعترف أبدا بأنه قد خسر. ثم يخبر جوكو أن الاستهانة بالسايجين كانت هفوة منه، فما كان عليه تقسيم قوته لنصفين. يفسر جرانولا أنه قد صنع نسخة من نفسه وهي التي يقاتلها جوكو حاليا، بينما الجسد الأصلي لم يتضرر قط. هذه الاستراتيجية أعطت الأفضلية لجرانولا بما أنه لم يتضرر أو يبذل أي جهد بجسمه الأصلي. ومباشرة ينتقل من مركبته لجوكو ويضربه لقلبه ثم يسقطه أرضا. جوكو قد خسر رسميا المعركة. مع هزيمة جوكو والهزات الأرضية التي خلفها القتال، يهرب القليل من شعب الشوغا بعيدا بشكل مؤقت إلى أن تنتهي الانفجارات والهزات، بينما يختبئ البعض في منازله. يدخل فيجيتا لساحة المعركة. يخبر جرانولا أن ما حدث لكوكبه لا شأن له به، فهو وقتها كان صغيرا. يتجاهل جرانولا كلامه ويقول أنه سيطأر من جميع الصياجين. يتحول فيجيتا للسوبر سايين المتطور. استعد للهلاك بجانب تاريخ قومك يا جرانولا. يلمس الأرض ثم يستخدم تقنية الدمار ويفجر الأرضية. يطير جرانولا للأعلى وبهذا يتجنب الهجوم. يخبر فيجيتا أنه سيريه الفارق الكبير بينهم. يسحب صخرة بقرب فيجيتا بدون أن يلاحظ ويستخدم تقنية الدمار. يتضرر فيجيتا ثم يكمل جرانولا الهجوم بلكمة خافتة. يحاول فيجيتا رد الصاع بضربة كي، لكن جرانولا ينتقل آنيا ويبدأ في ضرب فيجيتا. ومما نلاحظ أن القتال من جانب واحد لحدود الساعة. يقذف فيجيتا إلى داخل البحيرة ثم يراوغ ضربات جرانولا. ينتظر جرانولا وصول فيجيتا لنهاية البحيرة، وبمساعدة من أطميل يتمكنون من التصويب بدقة، لكن فيجيتا يصد الضربة بالهاكاي. يعترف جرانولا بقوة ومقاومة السايجين، لكن في النهاية هذه المقاومة لا طائلة منها. فيجيتا هو الآخر يعترف بقوة جرانولا حاليا، لكنه يؤكد أنه سيفوز في النهاية، فالأقوى حاليا سيتغير بمرور الوقت لا محالة. ثم يضرب مثالا بأنه أصبح أقوى من ما كان عليه في بداية القتال. وبما أنه لا يوجد شيء على المحك، فبإمكانه الاستمتاع بالقتال كما يحب. وحتى بعد أن تلقى ضربة مباشرة لنقطة حيوية، ما زال فيجيتا يستمتع بالقتال. فيجيتا يخرج طاقة هائلة تقذف جرانولا بعيدا، ونرى أورا أرجوانية تتطاير وتتوهج. ثم يخرج فيجيتا في تحول شديد رائع يحصد به تدريباته مع بيروس. ووفقا لفيجيتا، هذه القوة المشتقة من الغريزة لا حدود لها. بهذا التحول تمكن فيجيتا من إغلاق فجوة الفارق التي كانت ما بينه وبين جرانولا. يقاتل الاثنين بتكافؤ، ضربة من فيجيتا تليها ضربة واحدة من جرانولا، وهكذا دوالي. يقول فيجيتا أن كل ضربة تزيده قوة، وهو نقيض الغريزة الفائقة، فالغريزة تتجنب الضربات، بينما هذا التحول يحول الأضرار التي يتلقاها صاحبها إلى قوة. وبهذا بكل ضربة يتلقاها فيجيتا تزيده قوة. يختبئ جرانولا في داخل جرع، ثم يسأله لما لا يراوغ ضرباته مثل جوكو. وهنا فيجيتا يقول بكل فخر: إياك أن تقارنني بتلك التقنية البائسة، فقد يكون الجسد جوكو وعي ذاتي، أما أنا فجسدي كله إيجو وغرور. وبهذا يطلق فيجيتا على تقنيته الجديدة الغرور الفائق. يندفع فيجيتا ويشق طريقه ومعه الحاجز للداخل، ثم يوجه ضربة قوية برجليه لوجه جرانولا ترسله نحو بقايا أنقاض مدينته. يستحيل أن أخسر ضد سايجين وضيع من رتبة متدينة، فأنت لست حتى فريزا. فيجيبه فيجيتا: لا أعرف أي رواية سمعت، لكن كوكبي لم يتدمر بسبب نيزك، بل فريزا بنفسه من أباد عرقي. يرفض جرانولا تصديق كلام فيجيتا، وبهذا يستمر فيجيتا في ضرب جرانولا. يحاول أطميل أن يعيد جرانولا لصوابه، حيث أن ما يقوله فيجيتا يبدو منطقيا مع نفس رواية جوكو، والذي حاول سابقا أن يتحدث معهم لكنه يرفض السماع. هنا جرانولا يمزق غطاء رأسه الذي يحمل أطميل. يظن أنه الآن الأقوى ولا يحتاج لمساعدة أي أحد.
يخبر غرانولا فيجيتا أنه ليس الوحيد الذي تطور خلال هذه المعركة، ثم يبدأ في تدمير الحطام ورميه على فيجيتا بينما يستخدم التقنية المشابهة للتدمير. هنا فيجيتا بدأ الضرر يتراكم عليه، ويبدو أن جسمه قريب من حدوده لدرجة أنه صار يتوجب عليه أن يراوغ بعد الضربات لأن رؤيته صارت مضببة ومشوشة. يبدو أن معركتنا قد وصلت لنهايتها. غرانولا يشحن طاقته من أجل التصويب بآخر ضربة مركزة، وبعد أن يلاحظ فيجيتا الأمر هو الآخر يشحن طاقة الهاكاي والتي سوف تدمر أي شيء يقف في طريقه. وبينما هجوم فيجيتا يقترب من غرانولا، عينه اليسرى تصبح حمراء أيضا، وبهذه القوة الجديدة يدمر بسهولة هجوم فيجيتا. تستيقظ قوة غرانولا بنفس الطريقة التي حدثت مع فيجيتا سابقا، أي دفعه لحافة حدوده. تتغير مجريات القتال مجددا، لكن هذه المرة لصالح غرانولا. يطلق غرانولا ضربات كي مدمرة تصيب نقاط حيوية لفيجيتا ليختفي تحول الغرور الفائق. وفي اللحظة التي يوجه فيها غرانولا اللكمة القاضية، يتدخل غوكو ويلكم غرانولا للوجه. يقول غوكو لفيجيتا أنه هو من سوف يكمل المعركة، لكن فيجيتا يرفض هذا ويركله بعيدا ويقول بما أنه ليس هناك أي شيء على المحك فلا يريد أن يقاتل جنبا إلى جنب معه. يسأل غوكو ماذا عن حماية حياته، فيجيبه فيجيتا أن الموت أفضل من القتال جنبا إلى جنب معه. يحاول غرانولا توجيه ضربة مميتة لفيجيتا بينما دفاعاته مكشوفة، لكن غوكو ينجح بطريقة ما بقذف فيجيتا بعيدا قبل أن تصيبه الضربة. يتفاجأ غرانولا من التوقيت المثالي لغوكو ويسأله كيف فعلها، فيخبره غوكو أنه قد اكتشف طريقة عمل قدرته في استهداف النقاط الحيوية وأن هذه القدرة لن تنفع أمامه مجددا. يجرب غرانولا ضرب غوكو في نقاطه الحيوية مجددا، لكن هذه الطريقة لم تنجح كما في المرات السابقة، ويجرب مجددا لكن بدون جدوى. يصرح غوكو أنه يقوم بتحريك جسمه بسرعة ليراوغ الضربة قليلا حتى لا تلمس النقاط الحيوية. يقول غرانولا أنه من الممكن أن تكون استراتيجية غوكو مشجية لكن فقط دفاعية، وهذا يعني أنه لن يفوز أبدا طالما أنه يدافع فقط. يتفق غوكو مع كلام غرانولا في هذه القضية. بعد قتال قصير بين الاثنين، ينتهي الأمر بغوكو طائرا بعيدا ويعود مجددا لهيئته العادية، ويقترب فيجيتا منه ويطلب من كاكاروت بطريقة مهذبة أن يدعه يقاتل لوحده. يوافق غوكو ويخبره أن يحاول أن لا يلقى هدفه في القتال. يطير فيجيتا نحو غرانولا ويسأله إن كان لحياته معنى غير الانتقام، والصمت كان هو جواب غرانولا. هنا فيجيتا يتحول للغرور الفائق ويقول حسنا سألبي لك رهبتك هذه، اضربني بكل ما أوتيت من قوة. يبدأ الاثنين في القتال مجددا. يقذف فيجيتا غرانولا لداخل كوكب سيرياب. يتوسل غرانولا لفيجيتا أن لا يقاتله بداخل ذلك الكوكب، لكن فيجيتا لا يهتم ويكمل في توجيه ضرباته حتى أنه عض غرانولا. يرميه غرانولا للأرض ثم يفجره في أحد نقاطه الحيوية. يستلقي غرانولا أرضا وهو متعب جراء القتال المتواصل في أحد أركان المدينة. ثم بعدها تتحطم نافذة أمامه، يوجد بداخلها أم تحتضن ولدها خائفة مما يعيد إليه ذكرى الفاجعة التي خلفها الصياجين عندما كان صغيرا، والذي بدوره تعرض لنفس المشهد بحضن أمه وقتها. يخبر فيجيتا غرانولا أن أي كراهية تجاه شاب الصياجين هو أمر مستحق ولا نقاش فيه، وأن رغبة غرانولا في قتله هو أمر لا يمكن أن يناقشه. لكن أليس هذا مجرد إعادة لإحداث الماضي؟ فالسيرياليون لم يكونوا أبدا بوحشية الصياجين. يغضب غرانولا أكثر وأكثر ويقول أن الصياجين قد سلبوا منه كل شيء وأنه لن يتجاوز هذا الأمر أبدا. ثم يقذف فيجيتا بعيدا عن المدينة. يتخذ غرانولا قراره بجمع كل قطرة حياة متبقية لديه في هجوم انتحاريين سيقتله هو فيجيتا معه. يعتذر فيجيتا لبيروس ويقول أن قوى الحكام التدميرية في مستوى آخر لمبتدئ مثله، ويقبل بمصيره كبقية الصياجين أي الموت. يجري غوكو لإيقافهم بسرعة، وفي نفس الوقت يطير مونايتو بمركبة غرانولا مع أطمه. يلفت مونايتو انتباه غرانولا ويتدخل غوكو بسرعة ويوقف غرانولا قبل إطلاق هجوم، وبهذا يوقف أيضا موت غرانولا وفيجيتا معه. يخرج مونايتو من المركبة بعصاه ويندهش كاكاروتو وفيجيتا من رؤية الناميكي. يصرخ غرانولا ويسأل مونايتو عن سبب وقوفه في طريقه. يخبره مونايتو أن هناك سوء فهم للحقائق بسبب كذبه عليه، وأن هناك صياجين بريء تماما من انتقامه.
قبل 40 عاما الشخص الذي أنقذ غرانولا ومونايتو كان صياجين يدعى باردوك. وهنا سندخل في فلاش باك حدث منذ 40 سنة على كوكب سيريا. كان الناميكيون يعيشون بسلام مع السيرياليين في تعاون وتآخي بين الشعبين على كوكب سيريا إلى يوم مجيء الليلة المشؤومة، ليلة كان القمر فيها مكتمل. غزت قوات فريزا وبالتحديد الصياجين كوكب سيريا وقاموا بإبادة جماعية للشعبين. حاول السيرياليون المقاومة جنبا إلى جنب مع الناميكيين لكن بدون جدوى. آخر مقاومة نفذها شعب السيرياليين كانت بتدمير القمر وإعادة الصياجين إلى هيئتهم العادية. وفي خضم الحدث تمكن باردوك من إيجاد غرانولا وأمه. بعد رؤية الولد في حضن والدته تذكر باردوك زوجته كين وولده كاكاروت. يعلم أحد الصياجين باردوك أن لديهم أوامر بالانسحاب، فيعلمه باردوك أنه سيتحقق إن كان هناك ناجون ثم يلتحق به. يستخدم باردوك الكاشف الخاص بجيش فريزا ويجد مونايتو على قمة الجبل، ثم يحجر رفقته غرانولا ووالدته ويتخذون بيت مونايتو كملجأ لهم. يطلب باردوك من الجميع الاختباء من كاشف فريزا لأنه حتما سيأتي قريبا. قبل أن يرحل باردوك يسأله مونايتو عن سبب إنقاذهم وعن اسمه، فيجيبه باردوك أنه فقط أراد ذلك، ثم يجيبه لاحقا بأن اسمه هو باردوك. تعود الأحداث للحاضر. يقول مونايتو أن كوكو هو نسخة من باردوك وأنه يشبهه كثيرا، ثم يكشف لنا فيجيتا عن أن باردوك هو والد كوكو. طبعا فيجيتا يعرف شقيق كوكو راديتس، لهذا من المنطقي أن يعرف هوية والد كاكارو. فيجيتا يقول أيضا أن عائلة كوكو تسير في عروقها طيبوبة القلب. غرانولا مندهش وتفاجأ من كل الأحداث التي يسمع أمامه، ثم يسأل ماذا حدث لأمي، لماذا لم تنجو. بعد هذا السؤال تعود بنا الأحداث مجددا ويكمل لنا مونايتو الواقعة. باردوك قرر البقاء قليلا مع المجموعة ليقوم مونايتو بعلاج جروحه. تمكن الكاشف من رأس الهيترز والذين دخلوا كوكب سيريال بعد تدميره ليعيدوا بيعه كوسطاء أو لنقول سماسر يعملون مع فريز. يسمع باردوك ومونايتو حوار الهيترز عن بيع الكوكب وأنهم في أحد الأيام سيتجاوزون فريزا وجيشه. تنضم الأم لباردوك ومونايتو ويسمعون بقية الحوار. وطرطرت الهيترز عن كونهم لم يولدوا ليخدموا تحت إمرة سحلية شرير. يستيقظ الصغير غرانولا ويغادر الملجأ بحثا عن أمه التي تتواجد مع باردوك ومونايتو. يلاحظ غرانولا الصغير باردوك ثم يصرخ صياجين، وبسرعة يقوم مونايتو بتنويم غرانولا ويجعله يعود للنوم، لكن الهيترز قد سمعوا صراخ الولد. بسرعة يطلب باردوك رداء مونايتو ليخفي هويته، ثم يتظاهر بأنه كان على وشك إبادة آخر الناجين من على هذا الكوكب. يطلب منه إيليك أن يقوم بعمله بسرعة، لكن باردوك يحاول المراوغة ويخبره أن الناميكي يتمتع بقوة غريبة تستحق الفحص. مباشرة يخرج إيليك مسدسا ويطلق على قلب أم غرانولا ليقتلها، وبدون تردد يخبر إيليك باردوك أن يسرع بقتل الطفل أيضا وأخذ الناميكي. لكنه يدور بسرعة ويحاول مهاجمة الهيترز، لكن غاس يصنع حاجزا يصد ضربته، ضربة كانت كفيلة بكسب الوقت من أجل الأربعة للهرب. لكن للأسف قوى مونايتو لم تكن قادرة على إنقاذ أم غرانولا وبهذا تلقى حتفها. من المرجح أن سبب مهاجمة جندي فريزا لهم هو أنه قد يكون سمع المحادثة الخاصة به، ولهذا فعلينا أن نقتلهم هنا. يقول غاس أنه سيتولى الأمر ثم يطير للبحث عن الثلاثة المتبقين. نعود مجددا للحاضر وبصورة لغاس وهو يقف متأملا ما حدث في الماضي منذ 40 سنة، وأنه لا يريد أن يتعرض للإهانة مرة أخرى في حياته. يوافقه إيليك ويخبره أنه لن يضرنا أي شيء إن أخذنا احتياطاتنا بينما يمسك بكرة سنين. تقاطع ماكي الاثنين لدينا أخبار سيئة، غرانولا والصياجين قد توقفوا عن القتال، وذلك راجع لتدخل ناميكي عجوز. يستنتج إيليك تدخل مونايتو ويخبر الاثنين بالتوجه لمكان القتال، بينما يذهب الزعيم لتحقيق أمنية غاس بكرات التنين. نعود لساحة المعركة. يمسك غرانولا برأسه وهو غاضب، كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ لقد كان إيليك من قتل والدتي. يغضب على مونايتو من إخفاء الحقيقة وجعله يعمل لدى حتالة كإيليك، لكنها كانت الطريقة الوحيدة لكي يتمكن من النجاة. يسأل فيجيتا إن باردوك هزم غاس،
ليقول مونايتو أنه فعل هذا. فيتفاجأ فيجيتا كيف لسايجين من الدرجة المتدنية أن يهزم غاس. هل يا ترى كان ضعيفا لهذه الدرجة؟ وقبل أن يشرح له مونايتو ما حدث وقتها، تظلم السماء، لقد تم استدعاء التنين من قبل إيلي. يختفي الظلام بسرعة ويستغرب جوكو والبقية مما حدث. تظهر قوة كبيرة من العدم وترسم الرعب في وجه أبطالنا، كما أن هذه القوة متوجهة نحوهم. يظهر الهيترز أخيرا ويقومون بتقديم صغير لأقوى مخلوق على وجه الكرة، أخوهم الصغير غاس، والذي تغير شكله وصار يبدو أكبر في العمر. غاس بسرعة يقضي على الجميع، يرمي رمحا على غرانولا، يشل به حركته ويقول أنه سعيد من أن الفرصة قد حانت أخيرا لقتل غرانولا بما أنه لم يعرق له أبدا. يحاول جوكو التدخل، لكن غاس يستخدم أحد أدواته لشل حركة جوكو، ثم يكتشف أن جوكو هو ولد باردوك طبعا من وجهه المألوف. يحمل غاس فأسا يلوح بها على رأس جوكو، وفي اللحظة الحاسمة يتدخل غرانولا لإنقاذ جوكو، مما يبدو أن مونايتو قد حرر غرانولا من الرمح. ينشغل غرانولا وغاس بالقتال، بينما يتسلل مونايتو ويقوم بتحرير جوكو وبداية معالجته وإعادة بعض من قواه. ثم يسأله معروفا وحيدا، أرجوك أنقذ غرانولا. وجوكو يجيب، بالطبع سوف أفعل ما بوسعي. وبينما يقاتل غرانولا وغاس، يسأله غرانولا عن سبب تركه على قيد الحياة، ثم يجيبه غاس بعدم معرفتهم عن نجاتهم إلا بعد مرور سنوات من الحادثة. نرى فلاش باك قصير لغرانولا وهو صغير يتدرب، كما أنه قد نضج قليلا وأصبح صائد جوائز. استغل إيليك حقيقة أن مونايتو خبأ الحقيقة عن غرانولا وجنده كخادم لديهم، وهذا بمقابل مادي طبعا. وبهذا ينتهي الفلاش باك. يندم مونايتو على قراراته الخاطئة في ذلك الحين، وأيضا يقول أنه لم يرتقي حتى ليكون ناميكيا حقيقيا ويعالج ويعيد طاقة جوكو بالكامل. بعد ذكر أمر الطاقة، يتذكر جوكو أنه كانت مع فيجيتا حبة سينزو أخرى، ليخبره فيجيتا أنها موجودة في ذراعي الذي رماه سابقا. يتم ضرب غرانولا بعيدا من غاس، ويقول جوكو أنه قد استعاد ما يكفي من الطاقة. اذهب يا فيجيتا وابحث عن الحبة، وسأحاول التصدي لغاس، وأيضا تناولها بما أنني أنا قد تناولت الحبة الأولى. وتحول لطور الوجه الفظيع وإهزام غاس. يوافق فيجيتا على كلام جوكو ويذهب للبحث عن جهة. يتحول جوكو للسوبر ساين بلو ويحاول التصدي لغاس بقدر المستطاع، لكن من الواضح أن غاس قوي جدا. يعثر فيجيتا على حبة سينزو، لكن بدل أن يأكلها بنفسه يقوم بمنحها لغرانولا، ويعلمه أنه ولا بد لانتقامه أن ينتهي، ومن أجل هذا عليه النهوض والقتال بنفسه. يأكل غرانولا حبة سينزو وينتقل لساحة القتال، ويعطيه مونايتو رفيقه السابق أوتميل ويعتذر غرانولا له. يبدأ قتال غرانولا وغاس. يراوغ غرانولا هجمات غاس ويدمر أسلحته واحدة تلو الأخرى. غرانولا متفوق في القتال، وهذا بسبب رغبة غاس في القتال بقوته الخاصة دون اللجوء للقوة التي حصل عليها من كرات التنين، وهذا جاء على لسان ماكي. يسأل غرانولا غاس عن سبب تحفظه في القتال، لكن غاس لا يجيبه. ثم يستخدم غرانولا هجوما قويا ليجبر غاس على استخدام قوته الحقيقية، بداية من ضربة كي كبيرة قذفت غرانولا، ثم الانتقال إليه آنيا، وأخيرا ضربة دمار، يعني تقريبا كل تقنيات غرانولا لكن بشكل أقوى. ينتقل قتال غرانولا وغاس إلى قتال انتقال آني، فالاثنين ينتقلون آنيا. وبينما يقاتلون، يقول فيجيتا أنه على الرغم من أن غاس له اليد العليا من حيث القوة، لكن ليس من حيث الممارسة، فهو لم يعتد بعد على تقنية الانتقال الآني. وبهذا فغرانولا ما تزال لديه فرصة. وبينما يكملون قتالهم السريع، يبدأ غاس في التعود على حركات غرانولا. يستخدم غرانولا ورقته الأخيرة الرابحة، وهي عبارة عن تقسيم قوته على نسخ تشبهه. والمغزى من هذا تشتيت انتباه غاس، بينما جسمه الأصلي يستعد ويحمل ضربة قاضية منتظرا اللحظة. وفي لمحة بصر تحين اللحظة المناسبة. ينتقل غرانولا لأمام غاس ويوجه الضربة لأحد نقاطه الحيوية ويقذفه بعيدا. بالكاد يقدر غرانولا على الوقوف، فتكلفة هكذا تقنية تعني أن جسمه الأصلي أيضا يتلقى ضرر نسخه الأخرى. يهرول مونايتو لعلاج غرانولا، لكن غرانولا يحجره أن يبتعد وأن الأمر لم ينتهي بعد. يصل إيليك لساحة المعركة ويجد غاس ملقى وبجانبه أويل وماك. ينزع إيليك القلادة الموجودة على رأس غاس، والتي سوف تحرر كامل قوى غاس الغريزية والداخلية.
تقول ماكي أنها فكرة سيئة جدا، فعندما تتحرر غرائزهم يفقدون السيطرة كلية على قواهم، لكن إيليك يأمر غاس أن يتحمل وينقض على فريسة غرانولا. من الواضح أن فارق القوة مهول الآن، وغاس بسهولة تامة يتفوق على غرانولا ثم يبدأ في ضرب أي شخص يراه وحتى أخوته. بعدها تقع أيدي على فيجيتا، يركله إلى صخرة ثم يبدأ في لكمه. يحاول جوكو المساعدة ويتدخل بلكمة يراها غاس فيتشلل في مكانه. هذه الوضعية التي اتخذها جوكو أعادت الصدمة العالقة في العقل الباطني واللاوعي الخاص بغاس، وأعادت له ذكرى باردوك. يتراجع غاس للخلف، وهنا يتدخل إيليك في هذه اللحظة وبالضبط يقول لغاس: تذكر يا غاس، لقد أقسمت على أن لا تخسر مجددا. وهنا أخيرا يعود غاس لرشده ووعيه. والآن وبعد أن استطاع التحكم بقوته، وصفه أخوه الأكبر بأنه أخيرا صار رسميا الأقوى في الكون بأسره. يستخدم غاس تقنية جديدة تجمد جوكو وفيجيتا عن الحركة وتجعل أجسامهم ثقيلة. يحاول غرانولا قتل إيليك، لكن غاس ينقله آنيا لمكان آمن. يزداد غضب غرانولا ويخبر إيليك كيف له أن يقتل أمه. يشحن غرانولا ضربة القنص الخاصة به ويصوب بها نحو إيليك، لكن غاس يتدخل مجددا ويضرب يدي غرانولا ثم يطلق على عينيه لينهي إيليك المهمة بإطلاق النار على ظهر غرانولا. يغضب جوكو ويبدأ في الصراخ. يستخدم فيجيتا تقنية فصل الروح ويعطي لجوكو آخر طاقته. يتحول جوكو لسوبر سايان بلو ويهاجم غاس ويتمكن بإبطال سحره. يهدئ جوكو نفسه ويطلب من غاس والهيترز الرحيل عن الكوكب، ليتفاجأ غاس من عدم غضب جوكو من موت غرانولا. ليجيبه كاكاروت أنه غاضب لكن تقنيته نقيض الغضب. بعدها يرفض الهيترز الرحيل بما أن جوكو ورفاقه يعرفون خطتهم. يستخدم غاس أحد أسلحته، وهذه المرة بوابة من الحديد عليها مسامير قاتلة. يتمكن جوكو بصعوبة من مراوغة الفخاخ، ثم يصدمه غاس بقطار سيارة على السماد. يصعد جوكو فوقه ثم يحط غاس والآخر. يخبره غاس أنه كان يجرب أدواته عليه، اختبر إن كان لديه ولو لمح من لهيب عيني والده وعزيمته. يسأل غاس إن كان جوكو حقا ولد باردوك، ثم يخبره جوكو أنه قد فقد ذكرياته عن ماضي عندما كان صغيرا. يقول غاس أنه يفهم كل شيء الآن، وأنه لا يمكن أن يخسر أمام شخص لا يعرف ماهيته الحقيقية. يسقط غاس القطار بالبحيرة ثم يمسك بعنق جوكو ويقول له بكل تعجرف: ما رأيك أن أخنقك للموت؟ أليس طريقة مثيرة للشفقة لتلقى حتفك؟ ثم يغير غاس رأيه ويضربه بطاقة كي كبيرة تضرب جوكو بعيد. يلاحظ غاس وجوكو مونايتو يعالج جراح غرانولا، ويظهر الآن أن غرانولا بالكاد على قيد الحياة. يطير غاس بسرعة نحو مونايتو، لكن جوكو يمسك بغاس وينتقل آنيا إلى كوكب آخر حيث يتواجد جاكو. يقوم جوكو باستفزاز غاس وجره إلى منافسة يكون المنتصر فيها الشخص الذي يجيد استخدام تقنية الانتقال الآني. يبدأ الاثنين في الانتقال آنيا في الأرجاء من كوكب إلى آخر، إلى أن ينتهي بهم المطاف في سجن سلطة المجر، حيث يسأل السجناء من غاس إخراجه من السجن لمساعدته ضد جوكو، لكنه يرفض. ثم يذكر السجناء حادثة أول لقاء بينهم وبين غاس وكيف بلل نفسه. يموت السجناء وجوكو من الضحك على غاس، ثم بعدها ينتقل جوكو وغاس لمكان آخر. يسأل جوكو غاس إن كان عليه حقا اتباع أوامر أخيه، فأخ جوكو منذ فترة بعيدة كان يحاول قتله، لهذا ينصحه بالحذر من أخيه. ومشددا جوكو ينتقل آنيا من مكان إلى آخر، إلى أن ينتهي بهم مطاف هذه المرة بالقرب من ويس. يخبر جوكو ويس أنه سيترك معه غاس لبعض الوقت، ثم ينتقل عكسيا لكل كوكب كانوا فيه سابقا حتى يصل لمكان مونايتو، وهكذا لن يستطيع غاس تعقب طاقته. بعدها يخبر ويس غاس أن جوكو في كوكب سيريال، وأن الذهاب لهناك سيكون رحلة طويلة، ثم يخبره بمكان الكوكب. يعود غاس طائرا للكوكب، وأكثر شيء يدهش ويس أن سمكة العرافة لم تتعرف على غاس، ومن الواضح أنه ليس الشخص الأقوى الذي حلمت به السمكة. نعود لكوكب سيريال. أخيرا أوتميل يتحول لروبوت صغير ويأتي بمركبة يحط عليها أبطالنا نحو مخبأ مونايتو. تريد ماكي التدخل، لكن إيليك يمنعها ويقول أنهم لن يتمكنوا أبدا من مجابهة الصياجين، وبهذا يتراجعون حاليا. ويضع ويس جهاز اتصال في جيب جوكو ويتصل به ليعلمه أن غاس في طريقه لهم وسوف يصل في 20 دقيقة.
بعدها يذكر ويس جوكو أن عليه اكتشاف طريقته الخاصة في استعمال الغريزة الفائقة، ويجب أن ينصت للصوت الذي بداخله. يعطي مونايتو لجوكو كاشف والديه. تم حفظ تسجيل صوتي بداخل الكاشف، وبمساعدة صغيرة من أوتميل تمكنوا من تشغيل التسجيل، وكلهم أملون في اكتشاف طريقة هزيمة باردوك لغاس. يخرج صدى الصوت من الكاشف وهو صوت باردوك، ليأمر مونايتو بالهروب بعيدا مع غرانولا والبقاء على قيد الحياة. بعد نطق كلمة البقاء على قيد الحياة، تحرك شيء لا شعوري بداخل جوكو، وتذكر ذكرى له عندما كان طفلا صغيرا بينما ينظر له باردوك ويقول له أن يبقى على قيد الحياة. نرى فلاش باك لقتال باردوك وغاس، مما يبدو أن باردوك قد فاق توقعات غاس، لكنه هو للأسف لا يلحق أي ضرر بغاس، وهجماته ضعيفة جدا وبالكاد تختشه. يقول مونايتو أن على باردوك الهروب والنجاة بحياته، سيتقبل مصيره بجانب غرانولا فقد فعل لهم ما يكفي. هذا ما قاله مونايتو. يقول غاس أنه حتى ولو طار آن بعيدا فالصايجين ليس مقدر لهم العيش طويلا على أي حال. يسأله باردوك عن ماذا يعني، ثم يقول له غاس أنه شيء سمعه من إيليك. يكتفي باردوك من هراء غاس ويبدأ في قتاله مجددا. يطلق غاس العنان لقواه الغريزية، بينما في نفس الأثناء مونايتو يجمع كرات التنين خاصته. يستدعي التنين ويحاول نقل باردوك لكوكب فيجيتو، ليسأل التنين باردوك إن أراد أن يتم نقله، لكن باردوك يرفض. ثم يستعمل مونايتو تقنية الناميكيين في التخاطر، ويسأل ماذا يريد باردوك من الأمنية، فيتمنى باردوك أن يكبر أبناؤه بصحة وعافية. يقول مونايتو أن فكرته صائب، فلا يجب استعمال كرات التنين لشيء أناني. نعود لقتال باردوك. يشد غاس ذيل باردوك ويلوح به في الأرجاء إلى أن يقطعه. يحمل غاس رمحا ويستعد للقضاء على باردوك، لكن مونايتو يتدخل ويأخذ الضربة بدلا من باردوك. يزيد هذا الشيء من غضب غاس، مما يؤدي به لإطلاق كل الطاقة المتبقية لديه وفقدان السيطرة على ذاته. يستمر القتال بين غاس وباردوك، ويكمل باردوك القتال بشدة. وفي خضم القتال يسأل غاس والد جوكو ما هو حافزه، هل هو الانتقام للمرأة التي قتلناها، أم هو تكفير عن الذنوب قبل وفاته؟ ينقض عليه الوحش بهجمة مباشرة يصدها باردوك، ويقول أليس الأمر واضحا في قتال حياة أو موت؟ كل ما يفكر فيه المرء هو الفوز. يلكمه بضربة مباشرة لبطنه ويكمل جملته، أقاتل عندما أقرر إسقاط أعدائي أرضا. ثم يطلق كي كبيرة يسقط بها غاس أرضا، ويسأل غاس كيف تمكن باردوك من هزيمته بدون الإزار، فيخبره أن الصايجين دائما يتخطون الحدود في قتال معركة حياة أو موت. يستمر باردوك في ضرب غاس، ثم يعاود ضربه بكي أكبر من التي أطلقها سابقا. يسقط الصبي غاس على الأرض مغميا عليه، ويطير إيليك صوبه ويخبره أن أمله قد خاب بشأنه. ثم يصوب أخوه الأكبر إيليك نحو باردوك، لكنه يخطئ التصويب ويضرب كتف باردوك، ليسقط باردوك بين شجيرات الكوكب. يصل إيليك اتصال من ماكي أن فريزا قادم للكوكب، وبهذا يغادر الهيدرز من الكوكب. يعثر مونايتو على باردوك ويهنئه على فوزه في المعركة. نعود للحاضر. تنتهي البيانات الصوتية هنا. يتذكر جوكو كل ذكرياته قبل الذهاب للأرض، ويخبر فيجيتا أنه أخيرا فهم معنى فخر الصايج. فيجيتا يخبره أنه هو الآخر فقد بعضا من فخره. ما يكون على عاتقي ليس خطايا الصايج بل كبرياؤهم. يتم شرح هذا الفخر على أنه الإيمان الكامل بقوتك. فيجيتا يقول أنه ليس من العدل أن جوكو وراديس نجوا عندما كانوا أطفالا بسبب أمنية باردوك، بينما هو كان عليه أن يقاسي الماضي ويقول أن عائلة الكاكاروت مدللة. ليجيبه جوكو ماذا عن تدليعك لابنتك بولا. يقاطعهم الناميكي مونايتو أن فخر الأعراق ليس لتحمل الذنوب والخطايا أو السعي وراء الانتقام، بل أن تتقبل شخصيتك وتلتزم بقناعاتك. يعرض مونايتو على جوكو وفيجيتا ملابس تشبه ملابس باردوك مع شفائهم من جراحهم، لكنهم يفضلون ملابسهم الخاصة. يصل غاس إلى مخبأ مونايتو ويخبر الفريق بالخروج من جحرهم. نرى جوكو وفيجيتا يخرجان بكل ثقة، يتفق الاثنان على القتال سويا هذه المرة. جوكو يتحول للغريزة الفائقة وفيجيتا يتحول للغرور الفائق، وهنا يبدأ القتال. هذه المرة الأمر مختلف. ما يدفع فيجيتا وجوكو للقتال هو رغبتهم الجامحة في الفوز بأي ثمن. يقاتلان معا في لقطات رائعة، كما أن توقيت ضرباتهما رائع جدا، ويشكلان ثنائيا رائعا.
قتالات رائعة يتبادل فيها الاثنان الضربات وغاس يرد لهما الصاع وهكذا دواليك يستمر القتال. يستخدم فيجيتا تقنية الهاكاي ويخبر غاس أن يتصدى لها إن كان الأقوى في الكون. يحاول غاس صدها وإعادتها فينضم جوكو لمساندة فيجيتا أيضا. ينجح غاس في دفعها فيترك فيجيتا جوكو لوحده وينقض لضرب غاس. ينجح جوكو بتشتيت الضربة وينضم لمساعدة فيجيتا لكن فيجيتا لا يحتاج لمساعدته فهو متمكن من القتال بعدما تضرر قليلا زادت قوته. يتقاتل الاثنين باقتدار إلى أن يوجه غاس ركلة قاضية لبطن فيجيتا ويرجيه أرضا. هنا يقول غاس أن نقطة ضعف الغرور الفائق سهلة وهي ضربه بضربة قوية قاتلة. هنا فيجيتا ينهض ويوجه ضربة لغاس ويشكره على رفع قوته مجددا. يخبر فيجيتا جوكو بأن يبقى بعيدا ويستمر الغرور الفائق بالنضوج والتطور. لكن خارجة جوكو الفائقة لم تتغير. يخبر فيجيتا جوكو أن يجد طريقة لتطوير غريزته. وإلى ذلك الحين فغاس هو خصم فيجيتا. وبهذا يكمل فيجيتا قتاله بينما جوكو يبدأ في التأمل والتركيز. ونكمل في قتال فيجيتا وغاس. مما يبدو أن فيجيتا اقترب من حدوده. حتى أن ماكي نعتته بالزومبي. لكن فيجيتا يقول أن لا حدود لقوته. يندفع نحو غاس لضربه ويرتعد غاس في مكانه لكنه يسقط فيجيتا قبل تنفيذ الضرب ويغمى عليه. رسميا فيجيتا قد خسر. يقول غاس أن تقنية الغرور تقنية سخيفة تضر بصاحبه فضررها أكبر من نفعه. يسحب سيفا ويوجه الضربة القاضية لفيجيتا لكن كاكاروت بالمرصاد. ومن بعيد يضع حاجزا يحمي فيجيتا ويسحبه لقربه. بحسن حظنا أن جوكو قد وجد أخيرا طريقة لجعل الغريزة أقوى. يقفز لساحة المعركة ويتحول لعلامة الغريزة. يقول أن استعمال الغريزة الكاملة يكون مقرونا بهدوء القلب مما يصعب قدرته على القتال بينما في العلامة يمكنه القتال بمشاعره بحرية. النظرة على وجه جوكو تذكر غاس ببردوك كثيرا وهذا أرعبه كثيرا. يبدأ قتال غاس وغوكو لكن من الواضح جدا أن غوكو متفوق تماما على غاس. يقول غوكو أنه أصبح أقوى من غاس حاليا لكن عليه إنهاء الأمور فلا وقت لديه. يقاتل الاثنين ويندهش فيجيتا من طريقة قتال غوكو حيث نعتها بالسخيفة فغوكو أطلق كي من فمه. يستخدم غاس أسلحته بكل يأس ويقول أنه ضحى بكبريائه من أجل هذه القوة. يقوم جوكو بسهولة بتجنب كل سلاح حتى أن جوكو مسك أحد الكرات الحديدية الكبيرة الخاصة بغاس وضربه بها وبينما هو مشتت يركله بعيدا. يقترب إيليك من غاس ويسأله لما جعله المحارب الأقوى في الكون. يجيبه غاس ليرفع هذا من رأس العائلة وليصبح أقوى منظمة على الإطلاق. ليجيبه أخوه الأكبر إيليك إذا عليك الوقوف حالا والقتال بكل ما أوتيت من قوة من أجل العائلة والفوز على الصياجين فهي الخطوة الأولى فقط لهزيمة فريزا. جوكو يخبر إيليك ألا يعنف أخاه الأصغر وإذا أراد قتالهم في أي وقت فهم متاحون. يقول إيليك أن غاس لن تكون له فرصة أخرى وقبل أن يكمل حاجته تظهر طاقة ضخمة وراءه مصدرها غاس. ينهض غاس وطاقة كبيرة تحومه لكن شكله يبدو غريبا وكأنه شيخ عجوز وجسمه هزيل لدرجة لا تصدق. يقول غاس أنه لم يحس بقوة كبيرة كهذه من قبل كما لو أن كل خلية من جسمه تحترق وتغذيه بالطاقة. يجر غاس وجه جوكو في التراب ثم يرفعه فوق ويصنع إعصارا كاملا. يطلق من وسطه ضربات كي تصيب مباشرة جوكو فتسقطه طريحا للأرض. من الواضح جدا أن غاس متفوق على كاكاروت لكن بطلنا لن يستسلم بسهولة. يحاول قتاله بكل ما استطاع من قوة وفي خضم القتال وبينما يستعد الاثنين للكم بعضهم البعض تقاطعهم ضربة كي. نعم إنه غرانولا. يخبر جوكو أن يراهن بكل شيء على قوته. يوافق جوكو على كلام غرانولا ويضعون خطة لتسوية الأوضاع. جوكو سيقوم بإلهاء غاس بينما غرانولا يشحن طاقته ليصوب بالضربة القاضية. يتحول جوكو لعلامة الغريزة ويحاول قتال غاس لكنه ليس ندا له أبدا وببعض من الأخذ والرد يسقط جوكو للأرض ويعود لشكله العادي. يلاحظ غاس الطاقة التي يجمعها غرانولا فيصوب نحوه بكي لكن جوكو يضع حاجزا على غرانولا ويحميه. يوجه هذه المرة طلقاته نحو جوكو فينجح في إصابته لكن فيجيتا يتدخل وينطح غاس ثم يسأل غرانولا إن لم ينتهي بعد.
تحاول ماكي وأويل التدخل لمساعدة غاس، لكن مونايت لهم بالمرصاد، حيث ينجح العجوز بتنويمهم وجعلهم ينامون. ينتهي غرانولا أخيرا ويقول أنه قد شحن طاقة أكثر مما يمكن أن يتحمله. يقول إيليك أنه لا يمكن أن تطلق طلقة بتلك القوة، فسوف تتسبب بدمار كوكب سيريال بأكمل. وهنا حيث غوكو يستيقظ ويستعمل تقنية الغريزة الفائقة ويتحول لهيئته العملاقة شبيهة بسوسان. يمسك بيغاس ويرميه فوق الغلاف الجوي فوق الفضاء. يقول غرانولا أن عيناه ما زالتا متضررتين، فيساعده صديقه أوتميل على التصويب. هنا يطلق غرانولا طلقة عملاقة مركزة بدقة، تنطلق للفضاء وتصيب غاس مباشرة. يهتز الكوكب بأكمله جراء تلك الضربة، ويطير غوكو وفيجيتا على أثر الرياح التي خلفتها الضربة، لكن غرانولا يسحبه. يسقط غاس للأرض خاسرا ومهزوما. يقول غرانولا أنه لم يقتله، كما أنه لم يعد يهدف للانتقام بعد. الآن يقول أن غاس سيستيقظ بعد أيام، ثم يأمرهم بالرحيل. بعدها يعتذر لغوكو وفيجيتا قبل أن يسقط للأرض من شدة التعب والإرهاق، فقد ضحى بالكثير من نقاط حياته من أجل ذلك الهجوم، وقد تبقى فقط 3 سنوات ليعيشها. يهرول العجوز مونايت لعلاج غرانولا، لكنه يتفاجأ أن بمقدوره علاج وإعادة كل طاقة مرة أخرى. بعدها يعيد الناميكي قوة غوكو وفيجيتا أيضا. يحاول إيليك مغادرة الكوكب بمركبته، وبينما يحلق نار طلقة كي تخترق ظهر مونايت، يبدو أنه غاس قد نهض مجددا، وحالته هذه المرة أكثر تدهورا من سابقته. يسخر من كلام غرانولا عن عدم رغبته في الانتقام، ويسأله ماذا عني الآن بعد أن أصبت هذا الناميكي. يذهب غرانولا لتفقد مونايتو، بينما يتحول غوكو للعلامة وفيجيتا للغرور، لكن غاس يسقطهم أرضا وكأنهم لا شيء. ينهض الاثنان وينجحان في إلحاق بعض الضرر بغاس، لكنه لا يهتم أبدا لعظامه أو صحته بعد الآن، حتى أن غوكو كسر أحد عظامه لكن غاس لم يهتم. نرى إيليك بعدها يعود لمراقبة الوضع وهو متحمس تماما، ويهتف باسم غاس: هيا يا غاس اقتلهم، وبهذا ستكون الأقوى في الكون للحظة موتك. فدورة حياة غاس على وشك أن تنتهي، فأمنيته في الحصول على تلك القوة لم تأتي بدون عواقب. ماكي وأويل وحتى غاس اندهشوا. تقول الأخت أن إيليك قد بالغ، بينما غاس يرى انعكاسه في الماء بينما يحتضر. يخبره إيليك أن يتوقف عن تضييع الوقت ويجعل نفسه مفيدا قبل أن يموت، لكن الوقت قد نفذ بالفعل. يحط فريزا على كوكب سيريال، يشد انتباه الجميع وينصدم بحضوره. غاس يفقد السيطرة على قواه مجددا، ويتحول إلى ذلك الكيان الهمجي الذي كان عليه من قبل. لكن الأكثر دهشة أن فريزا يقتله بضربة واحدة، فيتحول غاس إلى كتلة من العظام، ثم يحطم فريزا جمجمته. يسأل فريزا إيليك عن سبب اتصاله به وما العمل الذي يريد أن ينجزه معه، لكن إيليك يراوغ ويكذب ويقول أن خطوطهم قد تشابكت وحصل أن اتصل به بالخطأ. لكن فريزا قد اكتشف خدعته بالفعل، في أنه أراد من غاس أن يقتله، وحتى أنه قد علم بنواياه منذ 40 سنة، لكنه قرر تركه على قيد الحياة لأنه كان مفيدا لجيشه. يحط الأسطورة أمام إيليك ويخبره أنه لا يوجد شيء في الكون ليس لديه اطلاع عليه، مثل حقيقة أن إيليك هو العضو الأضعف في الهيترس، ثم يقتله فريزا ببرودة الدم. يسأل غوكو وفيجيتا كيف لفريزا أن يكون بهذه القوة، بما أن أمنية غاس كانت أن يصبح الشخص الأقوى في الكون. ليخبرهم فريزا أنه كان يتدرب في بعد آخر، لذلك من الممكن أن هذه الأمنية لم تشمله. وزاد شرحا أن أحد الكواكب التي استعمرها بها غرفة الروح والزمن، وقد قضى هناك 10 سنوات في التدريب. هذا التدريب أتى بثماره، فنرى فريزا يتحول لتحول فريزا بلاك، يطير نحو غوكو وفيجيتا الذين بدورهما يفعلان الغريزة والغرور، لكنه بسهولة يلكمهم في الهواء ويسقطهم أرضا، حتى أنهم قد عادوا لهيئتهم الطبيعية. يحدق فريزا إليهم ويقول أنه بينما كانا يلهوان هو كان يتدرب بجد. يقرر فريزا أن لا يقتل الاثنين فقط لأن لديه أشغال أخرى. ينادي على ماكي وأويل ويخبرهم أن ينضموا لجيشه، بما أنه لا خطة لهم بعد موت زعيمه. ففريزا يريد ناجل وطاهي للعمل في سفينته. يتبع الاثنين فريزا لمركبته ويحلقون بعيدا.
يذهب غوكو وفيجيتا لتفقد أحوال مونايتو، ولحسن حظهم أن المرشد ويس كان هنا لمعالجة ناميكي. يقول ويس أنه قد عالجه لأنه بدا وكأنه صديق لغوكو، ويقول أنها معاملة خاصة. يطلب ويس من غوكو وفيجيتا أن يأتوا سريعا إلى كوكب بيروس، فسيد بيروس لا يعرف كيفية تحضير الأندومي. يسألون غرانولا إن أراد الانضمام لتدريباتهم على كوكب بيروس، لكن غرانولا يرفض ويخبرهم أنه يريد جمع الكرات وإصلاح كوكب سيريل. يعطي فيجيتا رادار الكرات، ثم يمد مونايتو غوكو برادار والدي باردوك. يوجه غوكو وفيجيتا غرانولا والناميكي، ثم ينصرفون مع ويس. وبينما الثلاثة يطيرون لكوكب بيروس، يسأل فيجيتا ويس إن كان فريزا هو الشخص الذي عانته السمكة العراف، لكن ويس يجيب بجواب ملتبس، ربما يكون فريزا أو قد يكون شخصا ظهر في مكان آخر، مما يجعل غوكو يتحمس أكثر لتدريباته. وهنا ينتهي أرك غرانولا.